كالعادة المجلس الأعلى للغة العربية يسهم في فعاليات معرض الكتاب الدولي في كل سنة، وهذه السنة طبعا سيلة 23 تحت أفريقيا تكتب تاريخها، وهذا فعل نبيل لهذا الشعار الذي أخذته وزارة الثقافة والفنون. المجلس الأعلى للغة العربية في جناحه المتجدد دائما ويعيش أحداث جديدة، الشيء الجديد فيها هو صفر ورق. إذا نحن جسدنا هذه السنة بالذات صفر ورق. ثانيا نجسد ثلاث فعاليات علمية حول الذكاء الصناعي، وهذا كذلك شيء جديد، ونعرض فيها تجربة المجلس الأعلى للغة العربية في استغلال الذكاء الصناعي وفي الأنظمة الموجودة، بحيث نذهب دائما إلى أن شعارنا نحن لا نخلق العجلة، لا نصنع العجلة، العجلة مصنوعة، ولكن كيف نعمل على تطوير العجلة؟ هذا هو الشعار الذي نقوم لكي لا نكرر ما قيل فننتظر المدة ربحا للوقت، لأن الركام المعرفي الذي يوجد في اللغة العربية ركام ضخم، إذا لم نستغل هذه التقنيات المعاصرة لا يمكن أن نستغل الركام المعرفي الذي كتب خلال 17 قرنا، لا يمكن أبدا، جبال من مؤلفات. الآن كيف نجعل هذا الذكاء الذي يمسح هذا الركام المعرفي ويعيده لنا لنستغله؟ لماذا؟ لأنه نتحدث الآن عن جمال اللغة العربية، عن قيمة اللغة العربية، عن 12 مليون كلمة عربية وكذا، لكن كم نسبة الذي نستهلكه أو نستعمله لا يتجاوز 12%، أين 88% من الألفاظ الكنز الموجود في اللغة العربية؟ إذن هذا هو الآن نجعل الناس كيف يستغلون كذلك هذا المكنز الكبير، وطبعا مكنز لغناء اللغة العربية في مختلف المجالات، لا بد من التماهي مع هذا الذكاء الصناعي، وكذلك نسعى لأخلاقة الآلة، وكذلك أن الآلة تكون تخدم الرفاهية، الرفاهية في كل شيء. الآلة لا يجب أن تكون عبارة عن أنها تقودنا، كيف نقود الآلة بسلاسة؟ هذا هو تقريبا مهمة التي بدأنا في ترويضها هذه السنة، ونعرضها إن شاء الله يوم 29 في هذا المعرض إن شاء الله. كونوا معنا، شكرا لقناة الأنيس، شكرا على تعلقكم وعلى حضوركم الدائم وعلى دائما المؤانسة التي تقدمونها للمجلس الأعلى للغة العربية، شكرا.